280 Katzen und 12 Hunde. Nein, das ist kein Tierheim, das sind die Haustiere von Omani Mariam al-Balushi. Sie lebt mit ihren 500 Haustieren im Oman. Viele davon hat sie von der Straße geholt und bei sich aufgenommen. 500 Haustiere. Seht selbst. ابتديت وكنت أسكن شقق متنقلة فكان عدد قططي بحد ما تجاوز 30 قط قبل تقاعدي بالسنة بالضبط اشتريت هذا البيت وأويت كل القطط الحالية سابقا ما كنت أقدر أويهم لأن ما عندي مكان لأن مهما كان الشقق قصيرة والسكان يرفضون وجود حيوانات حكايتي مع القطط أني ابتديت بأول قط جاب ابني لي وكان قط صغير وعطاني إياه على أساس أني أم وأعرف أسبح وأكل احتضنت القط وربيته وهو صغير ومنه ابتديت العالم للقطط للإنقاذ.